بارك الله فيك سي ناجي. سي جمال طوير عندك 4 دقائق. سي جمال. شكرا سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. رحبوا بالسيد وزير الصناعة والطاقة وبالفريق المرافق له. المسألة متاع الطاقة مسألة سيادية. اليوم الدولة اللي ما عندهاش مصادر للطاقة وما عندهاش يعني باش تشري الطاقة اللي كان ما عندهاش مصادر، يعني دولة ناقصة سيادتها، لأنها مش تكون مرهونة للدول الكبرى ومرهونة للبنوك، وبالتالي مما ينقص من السيادة نتاعها ويقع تدخل في الشؤون يعني الاقتصادية والتنموية نتاعها. بالنسبة للملف نتاع الطاقة، الواقع برشا حديث، برشا غموض وبرشا لبس، وقعد ملف كاين واحد يحكي على الغول، يعني كل واحد كيش يوصف فيه. احنا نحبوا يعني الحكومة هذه تكون في مستوى المسؤولية وتساعد على يعني رفع هالغموض ورفع هاللبس، خلي تصبح الصورة واضحة لكل الشعب التونسي، وخلي ينقص اللغو وينقص الحديث، يعني يقول لي عنده حجر كما يقولوا في يده فهمت يحطها. لأنه برشا يعني مجلات عالمية مختصة وبرشا منظمات عالمية تعطي في أخبار الواقع وهي متداولة، مش نجيب فيه من عندي، لكن المتداول هذا وموجود. على سبيل المثال وقت اللي يقولوا شركة بيرينكو اللي تستغل في البترول في حقوق في حقل الفرنيك جنوب شط تجريد، اللي هي شركة فرنسوية بريطانية، مش هي اللي تستغل، هي عاملة شركة صغيرة اسمها بيرينكو تونيزيا، تكونت في السرية، والمقر نتاعها في مناه كيو جي نتاعها موجود في جزر البهاماس، وهي جنة فهمت جبائية كما تعرف، ان برادي فيسكال، مش انا نقول فيه، متداول موجود هذا. ثم كذلك حقول الفرنيك، فما أرقام تقول أنه عام 2012 هذه معناها أوكسفورد إيكونوميكس خرج تقول يعني مداخيل تونس 2012 237 مليار، بينما في التقرير المالي متاع الإتاب نلقاه 39 مليار. أرقام بعيدة لبعضها ياسر، ما نشكك في حد وما نتهم حد، لكن نحب التوضيح. فما كذلك الإدارة العامة للطاقة تقول مازال عندنا مخزون ما يقارب 81 مليار متر مكعب من الغاز، فما يعني فما معناها مراكز نتاع دراسات وهي مراكز اجنبيه ومحايده تقول عندنا ما عندناش 81 مليار، عندنا ما يقارب في تونس 5000 مليار متر مكعب. بعيد ياسر الرقم، بعيد خيال الرقم، فهمونا وين الحق وين الحق وين الباطل. ولكن ما فماش حتى رد من جانب لا وزاره الصناعه ولا الاداره العامه للطاقه ولا الحكومه، ماذا بينا تردوا على الاتهامات هذه اذا كان هي اتهامات. وذاك على شحن في مستقبل الايام نحبوا الحوكمه المفتوحه والشفافيه تكون اساس الحكم في تونس. حاجه اخرى بالنسبه لليوم، يعني بالنسبه لحق النواره، مشروع النواره ذكرت لنا السيد الوزير انه مش يقع على الاستثمار نتاع 1230 مليار، ولكن تونس خذات فقط 150 مليار مؤخرا من البنك الاوروبي للتنميه. ما ذكرت لنا شكون الطرف الثاني، قول لنا راهي الاو ام في داخل على الخط، شركة النمساوية راهي داخلة على الخط وهي مش تستثمر، مش تدفع بقية التمويل، احنا مش ندخل ب 150 مليار وهي الباقي. وإذا كان فما ما يخالف ذلك قول لنا يعني وين الحق وين الباطل، حبوا نعرفوا يعني بكل شفافية. نحبوا مرة واحدة كما قال زميلي تو عجبتني كلمة، نفرق الرمانة نتاع موضوع الطاقة في تونس اون فوا بور توت، ومن هنا فصاعدا تصبح موضوع الطاقة موضوع الشفافية، موضوع يعني فهمت حوكمة مفتوحة، خلي كل حد يعني يكون على بينة من كل شيء في الحكومة. حاجة أخرى بالنسبة للرزنامة اللي طرحتها السيد الوزير، رزنامة نتاع رفع الدعم فيها إجراءات إلى آخره، نظرا للوضع الكارثي نتاع الطاقة في تونس، نقص موارد وكثرة الاستهلاك، يعني هذا موجود من نهار 13 سبتمبر 2013 عرض كمشروع من طرف السيد مهدي جمعة وقتها كان وزير الصناعة، وتبناته الحكومة في مجلس وزاري نهار 30 أكتوبر 2013، وبالتالي ما فيش حد شيء جديد. فقط نقول لكم يا هل ترى، لأنه فيه تواريخ يقول رفع الدعم تدريجي يبدأ من جانفي، يا هل ترى بديتوا فيه ولا لا، واللي كان مزيتوا ما بديتوش فيه قولوا لنا شنو الاستراتيجية متاعكم باش تبدأوا فيها الرزنامة هذه.